وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور الزكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير دكتور زكريا. هذه الخدمات كما ذكرنا تضاف إلى حزمة من الخدمات الإلكترونية السابقة التي كانت تقدمها الحكومة الإلكترونية. ما هو المختلف في هذه الحزمة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على هذا اللقاء امتثالا طبعا لتوجيهات معالي وزير الداخلية وحرصه على استمرار وتيرة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من غير تباطؤ أو تكون بنفس الانتاجية خلال هذه الظروف الاستثنائية. نعم. عملت هيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية على تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية في وقت قياسي شملت جميع الخدمات المقدمة للجمهور، واللي تبلغ حاليا 23 خدمة متكاملة على مختلف القنوات الإلكترونية. طبعا كان القصد أن من ذلك هو توفير هذه الخدمات على نفس الأداء. نعم. من قيد تأخير معاملات المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، آخذين بعين الاعتبار طبعا الإجراءات الاستثنائية من تباعد اجتماعي والقاء الحضور الشخصي للمؤسسات ومراكز تقديم الخدمة. وهذا طبعا أكدنا عليه وحرصنا على أن يكون توصيل الوثائق الحكومية، ومنها طبعا البطائق الهوية والشهادات الميلاد وكذلك بطائق العنوان مباشرة عن طريق بريد البحرين توصل للبيت من غير الحضور الشخصي لمراكز البطاقة. أكدنا كذلك من خلال خدمة وحرصنا أن يكون هناك إيقاف التداول الورقي بين الهيئة والجمهور، وكذلك حتى إيقاف التداول الورقي بين الموظفين أنفسهم داخل هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية. نعم. عملنا على متابعة حالات الطلب من خلال المسجات القصيرة SMS، وبالتالي بإمكان المواطن يعني معرفة حالة الطلب الموجودة عنده من خلال وصول SMS وكذلك دخوله على الخدمة الإلكترونية، ومعرفة مدى مراحل الطلب اللي قدمه، كانت طبعا حق خدمات السجل السكاني ولا خدمات تغيير العناوين ولا خدمات بطائق الهوية وتجديدها وبدل فاقد وتعديل بيانات شهادة الميلاد. يعني عندنا مجموعة وباقة من 23 خدمة إلكترونية وفرناها على مدار الساعة ليكون هناك استمرارية في العمل الحكومي من غير أي انقطاع، من غير أي نوع من أو تباطؤ في تقديم الخدمات الحكومية، وتكون معاملات المواطنين المقيمين مستمرة وما في هناك أي نوع من التباطؤ في تقديم هذه الخدمات للجمهور. نعم الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.